أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي رسميا مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة، وعقد الحزب مؤتمرا صحفيا اليوم في مقره الرئيسي بمنطقة العبدلي للإعلان عن مشاركته في الانتخابات التي ستعقد في 20 من أيلول 2016. تفاصيل هذا المؤتمر في التقرير التالي. كان قرار المجلس بالمشاركة بهذه الانتخابات للدورة الانتخابية القادمة في هذا العام. بعد مقاطعة الانتخابات البرلمانية في المرات الثلاث الماضية، أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي خوضه الانتخابات النيابية القادمة بالرغم من الأزمة القانونية التي تمر بها جماعة الإخوان المسلمين. مع تفويض المكتب التنفيذي للحزب باتخاذ القرار والموقف المناسب في أي مرحلة إذا تبين له أي تدخل رسمي أو تزوير في العملية الانتخابية وتكليفه بوضع آليات وشكل وحجم المشاركة مستقبلا. هذا القرار جاء بعد اجتماع عقده مجلس شورى الحزب في مقر الحزب الرئيسي بالعاصمة عمان، بعد أن كان قد وزع استمارات استفتاء جرت في قواعده المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، ووافق خلاله 81% من المستطلع آراؤهم على المشاركة. ليس لدينا أي صفقات مع أي جهات حكومية، نحن نعمل في الهواء الطلق، وليس لدينا هناك أي قضايا كما يقولون من تحت الطاولة، نحن واضحون وضوح الشمس في رابعة النهار. ترقب في الأوساط السياسية والحزبية انتهى بإعلان مشاركة لن تتضح نتائجها إلا بإعلان نتائج انتخابات 2016. علي الأعرج، رؤيا. تبدأ امتحانات الثانوية العامة في دورتها الصيفية للعام الحالي 2016 غدا بمشاركة 127874 طالبا وطالبة في كافة الفروع الأكاديمية والمهنية، وتبدأ الجلسة الأولى عند الساعة 11 صباحا والجلسة الثانية في تمام الساعة 1:30 ظهرا، فيما يبلغ عدد الطلبة النظاميين المشاركين في الامتحان 89296 طالبا وطالبة، فيما يبلغ عدد الطلبة الدراسة الخاصة 38665 طالبا وطالبة. تباينت آراء المواطنين حول أسعار الخضار والفواكه، فيما لم يبدي غالبية التجار رضاهم عن قوة الحركة الشرائية في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك. كاميرا رؤيا استطلعت آراء المواطنين والتجار في منطقة الوحدات حول هذه الأسعار. قبلها زي ما انت شايف ممتازة، يعني قبلها عادي، كل إنسان بأخذ حاجته وبطلع، يعني قبلها عادي، يعني زي أي يوم كان. لا، السنة هذه أرخص الأسعار، بس إقبال ما في. السنوات الماضية كانت أحسن كتير، مع العلم كانت الأسعار أغلى السنوات الماضية، يعني أسعار الخضار كانت أغلى. السنة هاي الأسعار رخيصة وما في قوة شرائية بالمرة. السنة هاي ركود مش طبيعي. الأسباب هي سيدي العزيز إنه والله يعني كخضرة يعني متوفرة رخيصة، وهي غالية ماشية، وهي رخيصة مش ماشية. عندك السيارات برا بتلف، يعني الخضرة واصلة للبيوت، عندك المبسطين على الشوارع برضو، عندك المولات كثرت، فيش شي غالي، يعني كله رخيص، فيش غير الليمون يعني اللي سعره مرتفع، والفواكه برضو رخيصة، وإقبال الناس يعني مش كما يجب، لأنه شغلة تكون ترخص مش عارف يخف الإقبال عليها، أما يوم تغلى بصير طلب عليها كثير. بشكل عام جميع الأسعار تقريبا يعني معقولة، وأسعار كويسة يعني مقارنة مع السنوات الماضية، يعني الخضار الفواكه أسعارها كلها بشكل عام معقولة. السوق باكل المحلات هذا نار، البوكس كله خذها بنص دينار، والله باب الدار يجي البندور والله بنص دينار، هذا بليرتين بكل هاي من هذا، حتى بليرة نص. الليمون بكل بليرتين، بينما هو بليرة ربع، بليرة نص انطارت يعني. لا والله السنة دي يعني أقل، يعني الزباين أقل من كل سنة. بعدين هاي كعكة بليرة، هاي مش بليرة، دراجي بليرة، نكترين بليرة، زينا زي العربات اللي بوزع السوق. أسعار غالية كثير، يعني زي الكوسة
بالايام العاديه بكون الكيلو بنص ليره ب40 قرش، بالايام هاي 80 قرش وبليره. الخيار نفس الشيء، الباميه من ليرتين ونص لاربعه لثلاثه. في خطوة لتقليل حجم الفاتورة النفطية في المملكة، أعلنت الحكومة عن توجهها للسماح باستيراد سيارات ركوب صغيرة تعمل على الديزل، إلا أن جدوى هذه الخطوة مدار تساؤلات في الأوساط الشعبية والاقتصادية. التقرير التالي يحمل التفاصيل. استيراد سيارات ركوب صغير الصالون التي تعمل بالديزل لطالما كانت مطلب الكثير من المواطنين، وخصوصا أن تكلفة هذه المادة البترولية لا تتأرجح أسعارها كما البنزين. وزير الطاقة والثروة المعدنية كشف أن الوزارة طلبت بوضع مواصفات فنية عالمية لمادة الديزل لإتاحة المجال لاستيراد سيارات تعمل بواسطة هذه المادة، الذي يجب أن تضاهي المواصفات الأوروبية الخامسة للوقود. نتكلم الآن عن مواصفة مادة الديزل في عام 2016. هذه المواصفة أخذت الاشتراطات الدولية الموجودة لدى دول العالم من أجل السيارات واستعمالها من قبل السيارات الركوب الصغيرة، ولذلك لا يسمح بوجود مواد أعلى من المسموح فيه دوليا في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو اليابان. الآن أصبح مادة الكبريت على سبيل المثال على أن لا تزيد عن 10 ملي إجرام لكل بارت مليون. خبراء أكدوا بأن استيراد الديزل له عدة إيجابيات يتمثل في أنه أقل تلويثا للبيئة، وأن محرك الديزل ذو كفاءة أعلى. لا يوجد في محرك الديزل الحديث دخان أسود نهائيا، لا يوجد أكاسيد نيتروجين أو نسبة منخفضة، لا يوجد أكاسيد كربون، ولا يوجد نسبة احتراق غير مكتملة في محركات الديزل، وبالتالي فهي صديقة جدا للبيئة مقارنة مع البنزين. أما الجانب الاقتصادي وبحسب خبراء، فإن مصفاة البترول الأردنية غير مهيئة لإنتاج الديزل بحسب المواصفات الجديدة، وإن نسبة الكبريت فيها عالية، مما يثير تساؤلات عن جدوى هذه الخطوة على المدى القريب. البيئة حينما تكون مهيئة سيكون هذا الأمر له عوائد اقتصادية جيدة على المواطن، حيث أن برميل النفط تنتجه مصفات البترول ما يقارب 32% ديزل وتقريبا حوالي 18-20% بنزين، مما يؤدي إلى عائد أو بشكل أو بآخر تكوين أرباح غير منظورة لدى الحكومة، وتكوين مخففات على الموازنة لدى الحكومة أكثر بكثير مما هو حاليا بالظرف الحالي. إذن ما هي إلا مسألة وقت حتى نرى في الأردن سيارات ركوب صغير تعمل على الديزل، ولكن ذلك لن يتم إلا إذا اجتاز اختبارات الكفاءة، وخصوصا بعد توقيع مذكرات تفاهم تتيح استيراد شحنات تجريبية من مادة الديزل لمدة 6 أشهر. جورج برهم، رؤية. أعلنت شركة حمودة للألبان والصناعات الغذائية عن تشغيل خطوط إنتاج جديدة في مصانعها في منطقتي الخالدية بمحافظة المفرق ومركب العاصمة. تفاصيل ذلك في التقرير التالي. شركة حمودة للألبان والصناعات الغذائية أحد المصانع المرموقة والتي تأسست عام 1987، أعلنت عن خطتها التوسعية لخطوط الإنتاج في منطقة الخالدية في محافظة المفرق. تعريف القطاع الصناعي والأخوة المواطنين بالمنتجات الجديدة التي قمنا بإنتاجها في مصنع فرع الخالدية. قمنا بإنتاج جبنة شرائح طويلة الأمد صلاحيتها لمدة سنة بهدف تصدير السوق الأردني، والأجبان المطبوخة للدهن بأحجام 180 و400 جرام. كاميرا رؤية جالت في أرجاء المصنع بفرعيه عمان والمفرق للتعرف على مراحل إنتاج صناعة الحليب والألبان والمنتجات الغذائية المختلفة المصنعة من الحليب الطازج الذي يتم توريده للمصنع يوميا من مزارع الأبقار الخاصة بالشركة. كما أكدت إدارة الشركة خلال الجولة أن جميع المواد التي تستخدمها لإنتاج المواد الغذائية صالحة للاستهلاك، وأنها تتبع إجراءات دقيقة طوال فترة الإنتاج وصولاً للمستهلك. شركة حمودة تعتمد على الخامات المحلية في إنتاجها، وتشغل ما يزيد عن 800 عامل، وتعد من أهم الصروح الاقتصادية في الأردن، والتي تنتج ما يقارب 20 طناً في كل ساعة.
حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من الأخطار المترتبة على قيام حكومة الاحتلال بتنفيذ مشروع بناء مدينة استيطانية تضم 15,000 وحدة سكنية في منطقة مطار قلنديا القديم في القدس المحتلة. وأكدت اللجنة التنفيذية في المنظمة أن المشروع الاستيطاني يترتب عليه حرمان دولة فلسطين من فرص تطوير مطار قديم قائم ضمن أراضيها، مؤكدة في بيان أصدرته عقب اجتماع لها في رام الله أنها ستتصدى لهذا المشروع الاستيطاني الخطير بكل الوسائل. بناء 15,000 وحدة استيطانية في مطار قلنديا شمال مدينة القدس، هذا الأمر يستهدف عزل المدينة القدس نهائيا عن محيطها، وأيضا الحيلولة دون إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وتواصل والقدس عاصمة لها. لذلك هذا مشروع خطير يأتي في سياق أيضا توسيع وبناء الاستعمار الاستيطاني الذي تقوم به حكومة نتنياهو، وهذا الأمر الذي يتطلب دخولا فاعلا من المجتمع الدولي لإلزام هذه الحكومة الأكثر يمينية والطرف بوقف كل أشكال بناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني، استخدام كل الآليات التي هي علاقة بوقف بناء وتوسيع هذا الاستعمار الاستيطاني، اولا بالاتصالات التي تجري ثنائيا مع العديد من دول العالم المؤثره وخاصه اعضاء مجلس الامن الدولي. مع سابع أيام شهر رمضان المبارك سادت أجواء من التوتر في المسجد الأقصى وباحاته، وذلك بعد قيام عشرات المستوطنين موزعين عبر مجموعات باقتحام المسجد من جهة باب المغاربة، وذلك تزامنا مع ما يسمى بعيد نزول التوراة اليهودي. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. في السابع من رمضان وكما ينبغي أن يكون الأقصى خاشعا بصلوات حجاجه المؤمنين، خرجت أصوات التكبير عن طورها وسادت أجواء التوتر المشحون بالغضب باحات المسجد الأقصى بعد أن قام 140 مستوطنا باقتحامه من باب المغاربة وأداء مجموعة من الشعائر والرقصات التلمودية. ولم يكتفوا بهذا الاستفزاز، بل تمادوا في حشد أنفسهم على بوابات الأقصى الخارجية في محاولة لاقتحامه منها، كل ذلك الاستنفار احتفالا بعيد الأسابيع اليهودي. اقتحامات في ظل حشود مسلمة موجودة في ساحات المسجد الأقصى، يعني كأن المقصود إشعال فتيل نار، صورة يعني مشحونة، صورة يعني استفزازية، صورة يعني دالة بشكل واضح وقاطع على استهتار الحكومة الإسرائيلية باتفاقياتها مع الدول العربية ومع الفلسطينيين. ما بيحدث هو تدريج أو تدرج إلى هدم قبة الصخرة وبناء الهيكل مكانها. انفجر الوضع في الأقصى واعتقلت قوات الاحتلال 2 من حراس الأقصى أثناء قيامهم بواجبهم، واعتقلت شخصا ثالثا لمجرد تصديه للاقتحامات بعبارة حسبي الله ونعم الوكيل. زينة صندوق، رؤيا. القوات العراقية تشن هجوما عنيفا على داعش بالموصل، وعدد من القتلى والجرحى في هجوم على منهى ليلي في الولايات المتحدة. كل هذا وأكثر في جولة إخبارية عالمية. نفذت القوات العراقية صباح اليوم هجوما واسعا على مجموعة من القرى غرب بلدة مخمور القريبة من الموصل شمالي العراق، معقل عصابة داعش في البلاد، حيث نجحت هذه القوات في تحقيق تقدم باتجاه جسر القيارة الاستراتيجي. شنت عصابة داعش الإرهابية صباح اليوم 3 هجمات انتحارية بسيارات مفخخة استهدفت تجمعات لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية في جنوب شرق سرت وغربها، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا في صفوف هذه القوات. أكد سياسيون أوروبيون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة الكارثة لمكانة الاتحاد على الصعيد الدولي، لأنه سيلحق مزيدا من الضعف بهذا التكتل الذي يواجه أزمات متتالية. يأتي ذلك قبيل أيام من موعد الاستفتاء الشعبي الذي سيجري في 23 من الشهر الحالي في بريطانيا على البقاء داخل الاتحاد الأوروبي من عدمه.
أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم أن 50 قتيلا سقطوا وأصيب 53 آخرون في إطلاق نار على عدد من الأشخاص المتواجدين في ملهى ليلي بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، فيما أكدت أن المهاجم قتل. أفادت وسائل إعلام صينية بأن انفجاراً وقع داخل مطار بودونغ الدولي في مدينة شنغهاي، ما أدى إلى وقوع 3 جرحى على الأقل. وبحسب ما تناقله الإعلام الصيني، فإن الشبهات تدور حول استخدام قنبلة بدائية الصنع بالقرب من مناطق التفتيش داخل المطار. في مبادرة هدفت لتعزيز قيم التكافل خلال الشهر الفضيل، نظمت مبرة أم الحسين حفل إفطار لأطفال من المبرة بمشاركة جمعيات خيرية أخرى. وسط أجواء من الفرح وبما يطفي روح المحبة والألفة الدافئة التي يمتاز بها شهر رمضان المبارك، أقامت حملة البر والإحسان حفل إفطار لأطفال من مبرة أم الحسين وعدة جمعيات أخرى. سمو الأميرة بسمة بن طلال شاركت الأطفال حفل الإفطار وتقاسمت وإياهم لحظات الفرح، مؤكدة أهمية هذه المبادرات الخيرية. مناسبة كتير حلوة إنه أطفال مبرة أم الحسين يستضيفوا إخواتهم وإخوانهم من مؤسسات تانية، جمعيات فعلا بترعى أبنائنا اللي منهم اليتيم واللي منهم فعلا من أسر مفككة. فحقيقة يعني هي رسالة رمضان للأطفال إنه ندخل الفرح إلى قلوبهم. أجواء من الفرح عاشها الأطفال وتخللها العديد من الفقرات الفنية والرياضية والمسابقات، بالإضافة لتوزيع عدد من الجوائز والهدايا. حبيت أشارك اليوم عشان مع إخواني أولاد المبرة، عشان برمضان عشان بسط خليهم يفرحوا. جيت أنا عشان بحب المبرة، المبرة منيحة معي كل يوم ناكل منيحة. مبادرات كريمة ترسخ معاني وقيم التكافل والمودة بين مختلف شرائح المجتمع وخاصة خلال الشهر الفضيل. والآن نترككم مع هذه المشاهد واللقطات لأجواء شهر رمضان المبارك في كل من تركيا وماليزيا بلا تعليق.